السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبهرني سبحان الله في من الناس أعطاهم ربي هيبة واحترام غير عن باقي الخلق، ومن فضل الله علي أنه كان في دائرة القريبة أحد هؤلاء، وراح أذكره في نهاية الحديث. هذه الفئة من الناس سبحان الله مميزين في حضورهم، مميزين حتى في غيابهم، يعني لم يكن الواحد منهم موجود يلفت الأنظار، ولما يغيب ينفقد ويبان مكانه فاضي. انبهاري بهذا الصنف الراقي من الناس خلاني خلال الأشهر الماضية أعمل دراسة تحليلية سريعة لشخصياتهم، ولقيت أنه فعلا هناك تركيبة عجيبة من الصفات ما تلقاها في غيرهم، وهذه الصفات هي اللي جعلتهم غير عن الباقين. ظهرت لي تقريبا أكثر من 15 صفة، لكن بتكلم اليوم عن أهم 10 صفات فقط. 10 صفات خلتهم وممكن تخلي أي واحد فينا أيضا إنسان راقي وهيبة وشخصية مرموقة. هذه الصفات قد يكون بعضها فيك منحة من الله سبحانه وتعالى، لكن بعضها تحتاج أنك تجتهد وتتعلمه، ومع المحاولة والتكرار ممكن تصير عادة وتصبح شخصية مهيبة. أول صفة فيهم هي احترام الناس. الفئة الراقية هذه يحترمون الآخرين بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو العمرية، وبغض النظر عن مستواهم المادي أو العلمي، لكنهم في نفس الوقت يعرفون معنى الاحترام، لذلك لا يمنحون الاحترام لمن لا يستحقه. وهذا الجزء هو الجزء الخطير اللي يميزهم عن غيرهم، لأن ما كلنا نعرف له. الصفة الثانية احترام النفس. الفئة الراقية هذه تقييمهم لنفسهم عالي، ويترفعون عن الجاهل، يترفعون عن الخوض في الجدالات والنقاشات اللي ما لها داعي، ولذلك ما يغلطون في حق أحد ولا يحتاجون يعتذرون. ولو زعل منهم أحد وهم يعرفون أن رضا الناس غاية لا تدرك، وأنه لابد أن يكون لك محبين وكارهين، مثل ما لله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام محبين وكارهين. الصفة الثالثة هي الجدية. هذه الناس جادة، يتكلمون ويمزحون ويضحكون مثل باقي الناس، لكن كلامهم موزون ومزحهم خفيف وضحكهم قليل، وهذه هي المعادلة الصحيحة. الصفة الرابعة الذكاء، وخاصة الذكاء العاطفي. هذه الناس حساسين لمشاعر الآخرين، ما يتجاهل الشخص اللي جالس قدامه، ولا يثقل على شخص مستعجل، ولا يطيل الجلوس لما يزور أحد، ولا يحرجك بأسئلة شخصية مثل وش أصلك، وش عندك، وكم راتبك، وش أقرب لك فلان، ومن هالكلام هذا. وفي نفس الوقت رهيبين بصراحة، أنت مهما قعدت معهم لا يمكن تعرف شيء عن خصوصياتهم. الصفة الخامسة ضبط النفس. الواحد منهم لما يغضب ما يفقد السيطرة لا على لسانه ولا على يده، مع أنك في المقابل تشوف ناس سبحان الله في حالة الغضب كأنه طفل أو كأنه ناقص عقل. لكن الفئة اللي نتكلم عنهم حكمتهم في الحياة، لما تغضب لا تفقد أعصابك، ولما تحزن لا تنهار، ولما تفرح لا تنهبل. الصفة السادسة التفرد. الناس هذه لهم تفكيرهم الخاص في كثير من الأمور، ولهم رأيهم الحكيم الخاص لمن يطربه، لكن ما يدخرون فيما لا يعنيهم، ولا يعرضون الرأي على اللي ما يستاهله. الصفة الخامسة حفظ السر. الواحد منهم مثل ما قلت أبدا ما يتكلم عن نفسه ولا عن خصوصياته، يعني حافظ سره، ولا يمكن يعلمك بعلوم الناس اللي استأمنوا عليها، لذلك شاوره وانت مطمن على سرك وأبشر بالرأي السمين. الصفة الثامنة التسامح، وهذه يا صعبها على كثير من الناس، لكن الناس الراقية هذه يسامحون المخطي اللي ما قصد الإساءة، ويترفعون عن السفيه، ولا يردون على الجاهل، ولا يجازون بالردية، لكنهم يلطمون العائل كلمة واردة
ثم يقفون ولا عاد يحركون العلوم. الشاهد ان تسامحهم في كبرياء وهيبة، وزعلهم ايضا في كبرياء وهيبة. الصفة التاسعة الصدق والالتزام، ما يخلفون وعودهم ولا يتلونون مع الوقت ولا تتغير كلمتهم. العشر عندهم ما تعود ثمان مثل ما يقول المثل، لذلك يكسبون ثقة الناس واحترامهم. الصفة العاشرة الحرص على الواجبات الاجتماعية اللي صارت في عصرنا الحاضر في ذيل الأولويات، مثل إجابة الدعوة، مشاركة الناس في أفراحهم، الوقوف معهم في أحزانهم، وهذه غير أنها فيها أجر عظيم من رب العالمين، لكنها تصنع لك صورة ذهنية رائعة عند الناس. طيب يقول أحد، ليش لازم يصير لي هيبة؟ ليش ما أكون شخص عادي واهتم بمصلحتي وحالي حال نفسي؟ الجواب، لأن الشخص المهيب أحرى بأن يعيش فوق الغمام، وأن تسند له المهام والجسام، وأن يزوج بنت الكرام، وأن يحب ويحترم ويجلس في صدور المجالس. وبلا شك هذه أمنيات كل واحد فينا. أكيد أنكم وأنا أتكلم تخيلتوا ناس من هذه الفئة الراقية في حياتكم، وهم كثير ولله الحمد.